السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بداية ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتنا الجديدة قناة صوت الملعب، هسيب لحضراتكم اللينك تحت الفيديو. في ناس كتير بتتكلم عن كهرباء وآخر تطورات موضوع كهرباء مع النادي الأهلي. أعلن النهاردة أحمد حسن لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر ولاعب بلجيكا وبشكتاش أعلن من خلال صفحته على فيسبوك خبر تعاقد النادي الأهلي مع كهرباء الأربع سنوات، وقال عاجل كهرباء أهلاوي الأربع سنوات. في ظل يعني أداء المبهر اللي بيقدمه رمضان صبحي مع منتخب مصر، وكلنا عارفين عيون السماسرة وكلاء اللاعبين كشافين الأندية موجودين حاليا في مصر لمتابعة البطولة الإفريقية للناشئين تحت 23 سنة، هل يعني زي ما قلت حضراتكم قبل كده في فيديو إن موضوع يعني الظهور اللافت لرمضان صبحي قد يكون سبب في يعني إنه يسيب النادي الأهلي، والنادي الأهلي ما يقدرش إنه يشتري رمضان صبحي؟ عارفين كلنا إن رمضان صبحي جاي في النادي الأهلي إعارة لمدة سنة لمدة آخر الموسم يعني. ويعني طبعا هدرسفيلد اللي هو صاحب الحق الاصيل في اللاعب حاليا لو جات له عروض كبيره طبعا مش هيجدد اعارته، هيفضل انه يبيعه، بالاضافه الى رغبه رمضان صبحي بعد الاداء المبهر ده لو جاله عرض لائق وعرض جيد من نادي محترم فاكيد يعني هيفضل انه يحترف. هل بقى نظره النادي الاهلي، كلام الفتره اللي فاتت كلها كلام على ان النادي الاهلي يعني او فايلر بسبب مشاكل اللاعب وازمات اللاعب الاكيد قبل ما بيتعاقد مع اي حد، ومصر كلنا احنا عارفينها يعني، هل هيقدر يخش في وهينسجم مع النادي الاهلي؟ التطور اللافت لرمضان صبحي هل هيكون ليه يعني اثر على تغيير موقف مثلا ان احنا نجيب كهربا؟ كل دي كلام من بدايه ازمه كهربا مع نادي الزمالك لحد هذه اللحظه، كل الكلام على ان كهربا رايح نادي الزمالك بغض النظر بقى عن مشكلته، هينفع يلعب مش هينفع يلعب، هيلعب قبل ما ياخد المحكمة ما تحكم، هل البطاقة الدولية المؤقتة تصدر لنادي بس اللي هو افج البرتغالي، ولا ممكن بعد كده يقدر او يبقى في اصدار بطاقة مؤقتة تانية للنادي الاهلي؟ تتفق او تختلف في مشكلة الكهرباء مع نادي الزمالك بتنظرها المحكمة الرياضية. لكن زي ما بقول لحضرات كل يوم والتاني ناس تطلع كهرباء في الاهلي، كهرباء في الاهلي، كهرباء في الاهلي. طب كهربا عشان يجي يلعب مكان رمضان صبحي، رمضان صبحي معانا الموسم ده النادي الاهلي، طب احتياجاته راس حربه، هل كهربا راس حربه او مهاجم سوبر من زي النادي الاهلي ما بيبحث عن مهاجم سوبر، هل هو هيعوض القصه دي؟ يعني هيعوض النادي الاهلي عنده مكانين في يناير، هل هيكون كهربا واحد منهم؟ وهل هيكون احمد حجازي واحد منهم؟ هنشوف الفتره المقبله. لكن زي ما بقول لحضراتكم احمد حسن قال من خلال صفحته ان كهربا في الاهلي لمده 4 سنوات، دي اخر تطورات موضوع كهربا، مفيش جديد في موضوع كهربا غير الاخبار اللي بتطلع ما بين الفتره والتانيه. ده موضوع كهربا للناس اللي بتسال عن موضوع كهربا. برضو مرتضى منصور، فاكرين حضراتكم حكم او المجلس الاعلى للاعلام كان طلع قرار بوقف برنامج الزمالك اليوم لمده 30 يوم وغرامه على قناه المحور 50,000 جنيه. مرتضى منصور طبعا يعني راح المحكمة الإدارية وقدم قضية على أساس أن يقول القرار جائر ومش جائر وياخد حكم لصالحه، لكن المحكمة الإدارية قررت أو زي ما بيقولوا كده حكمت المحكمة الإدارية بأن القرار الصادر من مجلس أعلى للتنظيم والإعلام انه يعني اقرت الحكم من المجلس الاعلى للاعلام، وبالتالي ان الزمالك توقف 30 يوم والغرامه 50,000 جنيه كما هي زي ما اقر المجلس الاعلى للاعلام. مرتضى منصور طعن على الحكم، وطبعا في ناس تقول لك طب ما خلاص ما العقوبه انتهت والفلوس اندفعت. هو بيبص لقدام مرتضى منصور على ما اعتقد يعني انه في اي موقف اخر او اي حاجه حصلت اخرى زي هذا الموضوع يعني توقف سواء من خلال اي برنامج او اي شاشه قناه يطل من عليها او حتى قناة نادي الزمالك الجديدة، فأعتقد إن هو ده هيبقى مرفق يعني لو صدر قرار مجلس الإعلام يبقى على الأحكام دي، إحنا كان حصل كذا وبالتالي رفعنا قضية وكسبنا القضية، وبالتالي ممكن ده يعني زي ما بيقولوا كده يدعم موقفه في إن ممكن محكمة في يوم من الأيام
تلغي قرار المجلس الأعلى للإعلام. فمرتضى منصور النهارده بعد الحكم اللي طلع من المجلس من المحكمة الإدارية العليا، راح من المحكمة الإدارية، طلع المحكمة الإدارية قدم طعن في المحكمة الإدارية العليا، والنهارده قرر رئيس المحكمة الإدارية العليا بإن تأجيل قرار البت في الحكم الصادر بإيقاف أو حكم تأييد قرار المجلس الأعلى للإعلام. مرتضى منصور برضه مش ساكت يعني. ده بخصوص مرتضى منصور. بخصوص قنوات أون سبورت، النهارده أعلنت مجموعة الشركة أو المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام دمج قناتي أون سبورت وقناة تايم سبورت في واحدة، في قناة واحدة هتسمى أون تايم سبورت، وهي باقي قنوات رياضية فضائية مفتوحة. وأنا اتكلمت في قصة تايم سبورت دي يعني كده هيضموا، كأني مفيش حاجة حصلت يعني. طلعوا لنا أون سبورت، المباراة بقت بتذاع على أون سبورت أو على تايم سبورت، بعد ما كان بيتذاع على النايل سبورت، القناة العريقة، القناة اللي لها تاريخ، اللي كان بداية القناة، بداية الرياضة نايل سبورت، لما كانوا حسام فرحات والاستوديو استاد النيل والاستوديوهات التحليليه، قناه لها تاريخ. النهارده جم خدوا منها مثلا الدوري المصري وبقى بيذاع على التايم سبورت ويشتري معرفش ايه والكلام. رجعوا النهارده قال لك هتبقى قناه واحده من بدايه السنه الجديده، القناتين هيندمجوا. فاحنا عمالين يعني نخترع يعني. وتامر مرسي رئيس مجلس اداره المتحده للخدمات الاعلاميه قال ان قنوات اون تايم سبورت تنطلق من سنه 2020، وقال انها هتكون القناه هيواكب اطلاق القناه او تعديل اسم القناه تطور لما تم بناؤه من قنوات من قبل في قنوات اون سبورت وتايم سبورت. وقال القنوات ستكون ناقله حصري بشكل حصري بطوله الدوري المصري وكاس مصر، بالاضافه الى بعض مباريات بطوله دوري ابطال افريقيا. ده بخصوص كلام تامر مرسي رئيس المجلس اداره المتحده عن دمج قناتي اون سبورت وقناه تايم سبورت. قال لك برضو خالد بوطيب عاوز يمشي في يناير من نادي الزمالك. اكد مسؤولين في نادي الزمالك ان شرط المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الاول لنادي الزمالك ان الزمالك وافق على رحيله خلال فتره الانتقالات الشتويه المقبله، وقال ان خالد بوطيب يشترط الحصول على قيمه مستحقاته الماليه بالكامل للرحيل عن قلعه نادي الزمالك. هو مش عاوز يكمل، ما بيلعبش، اصاباته كتيره، مش في الفورمه الاساسيه، الزمالك طبعا عايز يخلص منه لانه اداؤه مش جيد. فخلاص انت يا عم روح باللي انت خدته، واحنا نروح باللي انت ما يعني ما استفدناش، روح باللي انت خدته. هو بقى متمسك بالشرط الجزائي بتاعه او عاوز ياخد كامل مستحقاته عن فتره التعاقد اللي لعبها واللي ما لعبهاش. قال لك خرج خالد بوطيب من حسابات ميتشو في قائمة المرشحين، وأصبح من قائمة في قائمة المرشحين للرحيل عن الزمالك، وذلك لعدم تقديم المستوى المطلوب. فهو الراجل زي ما بيقولوا يعني، خصوصا في ظل تألق مصطفى محمد اللي الزمالك زي ما قلت لحضراتكم برضو، قال لك حتى لو في عروض هتجيله هو مكمل معانا لنهاية الموسم مصطفى محمد، فهيعتمد عليه بشكل كبير في خلال الفترة المقبلة ميتشو. فبالتالي خالد بوطيب خارج حساباته يعني. اللي كان في يوم من الايام مرتضى منصور بيقول للنادي الاهلي انتوا اهدار مال عام وازاي وفلوس، وحسين الشحات و150 ومش 150، اهو خالد بوطيب تقريبا جايب حاجه و30 مليون، جاب كام جون يعني، جاب اربع خمس تجوان، لعب كام مباراه. في ده لو هنسمي اي لاعب يجي وما يقديش اداء كويس نرفع قضايا ونرفع، يبقى كل اللعيبه بتاعتنا او كل الفرق في الدوري المصري هتتحول للنائب العام بإدارة المال العام يعني. لكن الامور ما بتنقا ما لا يتم قياسها بهذا الشكل يعني. انت زي ما بيقولوا مش مضمن، مش مضمن، ولا ما بيقولوها ايه، مش ضامن مش مغسل وضامن جنه. انت بتجيب لعيب، بتشوف، بتتفرج، بتشوف امكانياته، بتجيبه، انسجم معاك اهلا وسهلا، ما انسجمش خلاص هتعمل ايه يعني. لكن انت جبته بناء على ايه؟ بناء على رؤيه ومشاهده، ما حدش ضحك عليا ورحت اتفرج على لعيب وراح مديني لعيب تاني يعني. قال لك برضه خصوص تامر عبد الحميد، عرفنا ان تامر عبد الحميد في المشكله اللي كان عملها مع مدير فني الناشئين نادي الزمالك مواليد 2004 سيد حنفي، والخناقه والقصه والحكايه اللي احنا سمعناها في الاخر في مدحت عبد الهادي وايمن عبد العزيز ومرتضى منصور، اقال تامر عبد الحميد وقع غرامه شهر خصم على ايمن عبد العزيز ومدحت عبد الهادي وخصم نص شهر على سيد حنفي. لك يعني كلام كتير على ان ناس توسطوا علشان عودة تامر عبد الحميد تاني لقطاع الناشئين في نادي الزمالك،
لكن قال لك رفض مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه مرتضى منصور طلب تامر عبد الحميد مدرب الزمالك السابق بشان عودته مجددا لقطاع الناشئين بالنادي مره اخرى، وجاء قرار الزمالك بعدما تم التحقق في الازمه التي وقع بين تامر حميد وسيد حنفي. وعلى الرغم من اعتذار تامر عبد الحميد عن الواقعه، رفض مسؤول الزمالك عودته مجددا عقابا له ولوضع قواعد داخل قطاع الناشئين. ما بلاش قصه قواعد دي قطاع الناشئين، لان الكلام ده يعني مش راكب مع بعض. يعني قال لك النهارده بخصوص النادي الاهلي، فايلر بيجتمع بالطبيب واخصائي التاهيل علشان يطمن على مصاب النادي الاهلي. رينيه فايلر مدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي عقد جلسه مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق وطارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالنادي الاهلي، وذلك على هامش المران الذي اقيم مساء اليوم. وكلنا عارفين النادي الاهلي كان واخد اجازه امبارح من التدريبات. واطمأن فايلر على اللاعبين المصابين والبرنامج التاهيلي الخاص بهم والتعرف على مدى التحسن الذي طرأ على حالتهم خلال الفتره الاخيره. واستأنف النادي الاهلي مران مساء اليوم بعد انتهاء الراحه التي حصل عليها الفريق امس، والنادي الاهلي هيستعد لمواجهه الجونه يوم 25 والنجم الساحلي يوم 29 على استاد رادس بناء على الخطابات اللي واصله الى الان الى النادي الاهلي. والنادي الاهلي هيسافر يوم 26 بعد مباراه الجونه يوم 25 ثاني يوم النادي الاهلي هيسافر يوم 26 الى تونس علشان يخوض مباراه النجم الساحلي في اولى مبارياته في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي زي ما احنا عارفين برضو اليو ديانج خرج مع منتخب مالي، المنتخب مالي خرج من أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة في مصر بعد 3 هزايم متتالية بدون نقاط. اليو ديانج راح للنادي الأهلي، يعني ما رجعش مالي تاني، لا النادي الأهلي استدعاه على طول علشان عارفين إصابة حمدي فتحي. فاليو ديانج يعني النهارده أدى جلسة في الجيم وبيخضع لبرنامج استشفائي نظرا لمشاركته في 3 مباريات مع مالي خلال الفترة الماضية. المالي اليو ديانج لاعب النادي الأهلي قام بتنفيذ برنامج استشفائي بعد ظهوره يوم السبت في مقر النادي الأهلي عقب انتهاء مشوار منتخب مالي مع في أمم أفريقيا تحت 23 سنة. وأدى ديانج جلسة في الجيم على هامش مران الفريق اللي أقيم اليوم عصرا على ملعب التتش ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمرحلة ما بعد التوقف. نتمنى المشاركة، أكيد هيشارك يعني بعد إصابة حمدي فتحي، فإليو ديانج بيتمنى له إنه يظهر بمستوى يليق بالنادي الأهلي. إذا عجبك الفيديو ده اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر. لو بتشوفنا لأول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.